طبعا احنا هجرنا من بيوتنا اثناء الحرب الى المدارس بدون اي شيء نمتلكه، والان احنا بنشكر مؤسسه امان فلسطين على المساعده اللي في نظرنا مساعده كبيره جدا هذه اللي قدمتها لنا في اثناء الاوقات العصيبه اللي احنا بنمر فيها، وبنشكر كل القائمين عليها وبنقول لهم حياك الله وكثر الله خيركم، الف شكر لكم.